بس طارق، انت يمكن اللي خلى الناس تعتقد ان المشهد ده قريب من المشهد اللي احنا يعني رافضين وسائمناه هو الطريقة نفسها، الاخراج، اللبس اللي هو لابسه والنار وكده. هل انت وانت بتخرجه وانت صاحب الفكرة في الاخراج في التصوير بالتأكيد، هل الصورة دي جت في ذهنك ولا انت كنت حصل تشابه في الافكار مثلا؟ لما استقريت عليه ولما ابتديت افكر فيه اكيد عدى على بالي ان انا شفت ده في ذهني في مخيلتي قبل كده، لكن هو بس في حاجتين. هو يعني احنا كأسرة عمل فكرة ان احنا نتاجر بشهيد وشهيد بطل بالشكل ده فكرة عبثية جدا، أكيد مش حاصل، مرفوض أكيد. لكن هو لو رجعنا حتى للجدلا يعني للمشهد بتاع الشهيد، هو المشهد بتاع الشهيد هو منتهى الهمجية بغض النظر عن الراجل نفسه الله يرحمه، لكن هو ما هو خارج السور ده هو منتهى الهمجية، وهو ده اللي احنا بنحذر منه، انه لو القوانين ما تنفذتش في المجتمع بالشكل ده المجتمع هيتحول لشكل همجي، وده اللي احنا بنحذر منه. احنا ما بنعملش مقارنة قطعا ما بين شهيد ومجرم، يعني تبقى ناس يعني فقدت عقلها، لكن احنا بنحذر ما بين من حالة لحالة، لانه اللي خلى الهمجية دي توصل لكده قصور في حاجات معينة، سواء اذا كانت قوانين تعليم اي مكان نفس القصور. بس هي رأي تاني يقول لك طب اوكي هي انتقمت فحرقته، فاهله انتقموا منها فحرقوها. انا لو انا بفترض ان احنا مكملين بقى في الواقع، شكرا، انت بتقول نفس اللي احنا بنقوله، فهيتحول المجتمع في الاخر. يعني في رأي يقول لك ايه، كان لازم يكون في حل اخر الدراماتيست والمخرج والممثل يفكروا فيه، يعمل توازن ما بين ان الشكل ده صحيح هو كان الحل في رؤية المبدعين، لكن هو ليس هو الحل الامثل او الحل الصحيح. احنا ما بنقدمش حل، يعني ما قلتش مثلا في الاخر البعض، انا قد اكون انا حتى مش موافق على الشكل ده والصيغه دي، لك ايه وفي النهايه طب ما القبض عليها كذا كذا واحيلت لكذا يعني انت فاهم، في ناس تحاول تقول لك ايه وفي الاخر ان القانون اخذ مجراه. الجمهور بقى ذكي قوي، بقى عارف ان هو بيتفرج على عمل درامي، فانا مش محتاج اقول له ان ده مش بجد، بس محتاج اقول له انه اعمل دورك، وللناس اللي المفروض يعملوا دورهم اعملوا دوركم في ان القوانين حقيقي تحمي الناس وتساعدهم، لانه احنا النهايه بتاعت المسلسل عباره عن تحذير. انت حتى قلتها، هي هتحرقه، اهلها هيردوه، هيتحول لفوضى وهمجيه، واحنا مش عايزين ده، فاحنا بنحذر منه. زي ما احنا ورينا مشهد مؤلم بتاع الغسل، واحنا لا نتمنى ان هو يعدي على حد، بس احنا بنحذر منه برضه.